السلام عليكم خوتي واخواتي، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد مع اهم اخبار الجزائر. مش غير اخبار الجزائر كما على بالكم، احنا نشارك معكم جنرال الاخبار المتعلقه بالعالم العربي بشكل عام. في هذه الاخبار خوتي، الجزائر تقوم باستيراد المزيد من الدجاج المجمد، لكن هذه المره كما راكم تشوفوا في هذه الصور اي تستورد يعني اجزاء الدجاج وليس الدجاج، وايضا من البرازيل. حشاركم معكم تفاصيل هذا الموضوع، راح نوريكم ايضا واحد البوشي جزائري يشرح للجزائريين اللي راهم موسوسين من الدجاج تاع البرازيل، ويشرح لهم بشكل رائع لماذا الامر موثوق. اما من جهه اخرى وبخصوص المروك، الجزائر هي تجيبنا في الدجاج، ولكن المروك ما قدرش يوكل الشعب تاعو بما تنتجه بلدهم، فلقاو باللي كان غير الحمير، ما قرروا يوكلوا للشعب تاعهم الحمير. قد تقولوا لي يا ودي راك تكذب انت، يا راك غير تنشر في الاكاذيب يا اخي، خاطش انت راك تدعم النظام الجزائري ضد المروك. لا تخافوش خاوتي، هاوليك محل بيع الحمير، لحم الحمير وليس الحمير. راح نشاركوا معكم بالفيديو باش تعرفوا خاوتي. ايضا بعد الكارثة المرعبة اللي حدثت في ليبيا، وهي حادثة انهيار سد درنا اللي قتل اكثر من 11,000 ليبي، حادثة مماثلة تصرى في السودان ويروح ضحيتها عشرات القتلى الله يرحمهم. اخيرا في الاخبار، امريكا تتعرض لقرصنة مرعبة. الكثير يرى ان القراصنة هم اصدقاء حمزة بن دلاج، يعني الجزائريين هم اللي قاموا بقرصنة امريكا ولا مطار امريكا، فيعني هل هذا الامر صحيح؟ والمزيد من الاخبار سواء متعلقة بالمغرب، الجزائر ولا بالعالم العربي. قبل ما نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو خوتي والموضوع، ما تنساوش الله يحفظكم تكليكيون على زر اللايك. ايضا عندنا قضية مهمة للغاية حابين نشاركوها معكم، هي ان قناتنا الان تعرضت لانذار، وهوليك واحد اوف ثري. والانذار هذا خوتي لاننا تحدثنا على السعودية وعلى حياة الماعز وعلى ايضا الامارات. باش تدعم اخوكم يتصدى لهذا الحملة، لانه هذه القناة نظن ازيد اعطي لها سمانة سمانتي تتنحى. مور ما تكملوا هذا الفيديو خوتي الله يحفظكم، اهبطوا في خانة الوصف هنا، هذا الرابط تاع بالفيديو الصور الجزائري، اكليكيو عليها ولا اكليكيو في هذا الرابط في اول تعليق. كيف كي تكليكيو في هذا الرابط خوتي في خانة الوصف يديكم للقناة تاعنا الاحتياطية واسمها YTDZ2. هذه شاهدوا هذا الفيديو وديروا له لايك واشتركوا لنا خاوتي في القناة الله يحفظكم، الأمر هذا راح يدعمنا نتصدى لكل حملات سينا، أيضا تلقاوه في خانة الوصف في آخر الفيديو. خلينا الآن نروح لتفاصيل الموضوع مباشرة. نبدأ لكم بالمروك وكيف أنها تبيع لحم حمير، لحم الحمير. نعم خاوتي، شوفوا كاين أخبار زبلان. آخر أخبار الإخوان، الناس اللي بغاو يشريو اللحم الحمار ها هو فين هو؟ كاين أخبار زبلان، قال اللحم الحمار اللي بغا يشريوه ها هو فين هو؟ في كازا بلانكا في مارشي سنترال. مرحبا بكم، احسن لحم في العالم. اخر اخبار الاخوه كما راكم تشوفوا، قال لك احسن لحم في اللحم في العالم، ولحم الحمير الان راه يباع في المروك بطريقه عاديه وشرعيه. لكن هذه الامور ليست جديده على المغرب، فليس لحم الحمير فقط من يؤكل الحاجه اللي تنتكل في المروك فقط، وانما حتى الحليب تاع الحمير. حنوريكم الان بالفيديو خاوتي بتشوفوا بعينكم، تزيري رحلة للمروك تخلع، شافهم يبيعوا لحم الحمير ما فهم والو. شحال كيلو لحم الحمار خويا؟ 12 دينار. هذا ولا هذا وين راك؟ هذا في جوج تاع الحمارة، هذا تاع الجيكو. السيد داخ، الإعلام المغربي في السابق حاول يطبع على المراركة فكرة أنه لحم الحمير مفيد للغاية ويجب على المغاربة يعني يستهلكوه. شوفوا خالتي سي محمد، أنت معروف بالشريب ديال الحليب ديال الحمارة. بطبيعة الحال الحليب ديال الحمارة زين، كيطال السحور، كيدير كل شيء مزيان، الصحة دات. ونشوفوك دابا مباشرة غتشرب الحليب. مباشرة معاكم. يلا. مباشرة. سير أخويا. انتما الناس الحليب الحمارة، كاين دابا شي واحد عند والديه عاطي النعاس الكارو البليه المخدرات، كيقول لك ما ينفع ما يضر بحال الحليب الحمارة. لا، الحليب الحمارة صحي، الناس القدام عطاونا تجربه عليه. نروح باك يشرب، ورينا انا كتشرب، ورينا شي نشوفو. لا ورينا نسالك اخويا، ورينا نسالك. كتشرب حليب الحمارة نورمال مليح قال لك. قادر ثاني تبدا تسالو بصح اش بيهم المراركه مع الحميره؟ لا هي يعني
يهضروا بزاف على الحمير، ما فهمتش. شوفوا خاوتي عليه، كنا ما نشوفوا عدد رؤوس الحمير في البلدان المغاربية اللي ما عندهمش بزاف كاع هما ليبيا، وشكل يعني امر عادي لانه ليبيا اصلا ما عندهمش بزاف السكان. ثم شكون اللي يجي مراهم خاوتي؟ الجزائر، عندهم 83 الف راس حمير فقط، رغم ان الجزائر هي اللي عندها تعداد السكان الاكثر في شمال افريقيا. تجي مراها تونس ب 242 الف راس حمار، ثم موريتانيا ب 327 الف راس حمار، ثم تجي مراها المروك قريب مليون تاع راس حمير. يعني هنالك حمير في المروك بنفس عدد المواطنين. الحمير جزء مهم جدا من الشعب المغربي، ماش نقول على الشعب المغربي حامير حاشا، ولكن راني نقول باك باللي تقول كما قلت فهمتكم جزء كبير جدا منهم. انتم راكم خاوتي في هذا الموضوع، خبروناكم في التعليقات. بخصوص المراركة، الامور الغريبة دايما تلقاوها في بلدهم. ايماجيني خاوتي، زعما انت جزائري تروح للحانوت وين يبيعوا هكذا المواد الغذائية العامة، تقدر تشري دواوات عادي. هذا الامر في الجزائر ممنوع، اذا حكموا يعني هكذا يا حانوت يبيع الدواوات قادر يدوموا له للحبس، لكن ليس في المروك. اسمعوا جريدة هسبريسو شاي تقوله، هذه جريدة مغربية، قالت لك استمرار بيع أدوات أدوية استمرار بيع أدوية بمحلات تجارية يغضب الصيادلة وبقالة، ممارسات لا واعية. يعني مش أغضب الحكومة ولا أغضب الشعب المروكي، أغضب الصيدليين، لأنه يعني يقول لك أو دوك حنا دراهمنا راهم يروحوا عند هذوك اللي راهم يبيعوا البطاطا والآخر راهم يبيعوها في الدواوات. بيزار، انتم واش راكم في هذا الموضوع خالتي؟ في الخبر الآخر، الآن بداية دخول الدجاج المجمد البرازيلي، ولكن ليس هذا النوع خاوتي، هذا اللي رانا نعرفوه الآن ورانا قاع استهلكناه، وإنما يعني الأجزاء تاع الدجاج، وأيضا أظن من نفس الشركة. شو قالك؟ بداية دخول صدور وأفخاذ الدجاج المجمد البرازيلي إلى السوق الجزائرية. الآن خاوتي هذا الأمر راح يساعد الجزائريين بزاف، لأنه أحيانا كاين جزائريين يجوا يشروا هذا الفخذ برك ما يحتاجش دجاجة كومبلي، يخرج فيه البوشي ويقول له نبيع لك هذاك تاع 70 ألف الكيلو، يقول لك حين نشري هكذاك دجاجة برازيلية كومبلي وخلاص. لكن الآن خاوتي أظن حتى ب 10 آلاف 20 ألف تقدر تشري أجزاء من الدجاج ويكون المذاق تاعها جيد، لأنه مؤخرا الجزائريين عجبهم المذاق تاع الدجاج البرازيلي. بخصوص الدجاج البرازيلي ايضا، الكثير من الجزائريين سيرتو الناس الجواجه، يعني الناس اللي تخدم الدجاجه، حاولت تشوه السمعه تاع هذا الدجاج، لكن قد ما يحاولوا قد ما تخرج الادله اللي تثبت بانه هذا الدجاج جيد ونقي. وشوفوا شو يقول احد الباعه لهذا الدجاج. صافي شوف خالتي، انا هضر صراحه، هذا الدجاج تاع الذين كفروا، هذا الدجاج تاع الذين امنوا، تاع الذين امنوا دير 51، تاع الذين كفروا دير 29 و 50. فهمتي كي كان بينا نصلي واحد راه مكتوب حليه دوك على واحد، واحد قال لي على تشتوك مذبح، كذا شتوك مذبح، هذا انا مش شتوك مذبح، تاع كذا شتوك مذبح انت كنت معاه هذيك ربي تقول انا نوري لك ما تهدرش، كنا كنبيعوا حاجه، كنبيعوا حاجه كيديروها لنا، كاين دوله كاين سلطات كاين تعبي بقي رانا في قريه عايشين ها مرام واقفين ومذبوح حلال، وهذا كاين حتى في السعودية راس خسيني تقول لك 150 بلاد، ها نروح نقول لك شو حنوني دير لك شو كابتور اقرا واش قلت، منتجات عالية ذات الجودة من 1900 اورو، اقرا علامة تجارية لمجموعة من جي بي سي، اكبر دواجن في العالم يذق بها المستهلكون في اكثر من 150 بلاد. يعني هذا الدجاج راه داخل في 150 بلاد، فهمت؟ روح دير في اليوتيوب، روح دير اقرا خويا، قال لك فاذا ضاق خطا بك جهل ولا فقل سلام. وصح خاوتي، يعني الآن مع الإنترنت أي واحد يقدر يبحث، تروح تبحث الآن على سيارة هذه تخرج لك الشركة تاعهم، طريقة ذبحهم للدجاج، نحو القبلة، التسمية، المسلمين هم اللي يذبحوا، تخرج لك كثير من التفاصيل وبالأدلة. سلام، إنسان يثق في راسه يقرأ قبل ما يهدر على حاجة، أنا نبيع الجيش تاع الذين آمنوا ونبيع الجيش تاع الذين كفروا، أنا تاجر، أنا ما عندي مشكل، فهمت خويا؟ أنا يجي هذا يقول لي بيع لي هذا، نبيع لي هذا، أنا ضبط هذا، جيني منين خويا؟ جيت شري خويا. ها تلات جيجات ب 120 راكم خاوتي في هذا الموضوع، خبرونا لكم في التعليقات. الفيديو هذا خاوتي لكم تشوفوا فيه معايا هو انفجار، هو لحظة انفجار السد. هذه اللحظة خاوتي كانت مرعبة للشعب السوداني، لأنها تذكر بما حدث في ليبيا لحظة انفجار سد درنا. هذا السد خاوتي كان شاد كميات كبيرة جدا من المياه، لكن السد هذاك تاع السودان كان مهري بسبب عدم الصيانة فانفجر.
نهار انفجر خاوتي ما كانوش واجدين له الشعب السوداني ادى قطعة تاع ناس. قال لك انهار سد اربعات، يعني واسمه سد اربعات في السودان، يؤدي بحياة العشرات وفقدان المئات ويدمر العديد من القرى. قال لك هذه الكارثة فكرتنا في الكارثة اللي حدثت في ليبيا سد درنا. إذا راكم شايفين خاوتي سد درنا تاع ليبيا مات فيه أكثر من 11,000 مواطن بطريقة مرعبة، والجزائر أيضا كانت من بين الناس اللي بحثت، ولا من بين الدول اللي بحثت أعوان حماية مدنية يعاونوا الليبيين في النجاة ولا يستخرجوا الرفات تاعهم. شكرا خاوتي في الكوارث التي تحدث مؤخرا، خبرونا في التعليقات. هذا الخبر أيضا كبير، قالك مجموعة من القراصنة الآن يقومون باختراق أجهزة أمريكية. يقول البعض أنها هذا مخترقين جزائريين يعني حبوا يعاودوا يجبدوا قصة حمزة بالدلاج أكبر هاكر في العالم، عفوا أقوى هاكر في العالم، لكن يبدو أن هذه العملية لم تكن من الجزائريين. قالك لليوم الثالث هجوم سبراني يقطع الإنترنت على مطار سياتل الأمريكية. أدى هجوم إلكتروني إلى تعطيل الإنترنت والهواتف والبريد الإلكتروني وأنظمة أخرى في مطار سياتل تاكوما الدولي ليوم الثالث، حيث يعكف مسؤولو المطار على التحقيق في انقطاع الخدمة واستعادة الخدمة الكاملة. كما قلت لكم كل واحد شو يقول، كان يقول لك باللي جات من الجزائر، كان يقول لك يا ودي لا في الحقيقة جات من ايش اسم هذيك إيران، وكان حتى يقول لك لا جات من الأمريكيين نفسهم. واحد ما هو عارف، ولكن قد ما تستمر المشاكل تاعهم قد ما مليح فيتعوا بيها. انتم اخوتي ايش رايكم في هذا الموضوع؟ ايضا خبرونا لكم في التعليقات. في الختام حبيت اشارك معكم هذا الفيديو، صراحة لي والله غير دهشني اخوتي ان هذا الصين يعاولوا يبنوا لك الطريق تاع 10 كيلومتر يضربوا فيه شحال 17 يوم فقط. شوفوا الفيديو للالات الان، هذا المقاول الصيني ارسل 2500 آلة كبيرة للعمل ليلا ونهارا. مشروع الطريق خاوتي كان 180 كيلومتر، 180 كيلومتر خاوتي راه مشروع ضخم. ايماجينيو هذا 180 كيلومتر هذا المقاول كملها في 17 يوم فقط، 17 حتى ل 18 يوم، يعني تقريبا قال لك في كل يوم يديروا 10 كيلومترات. نالي تشوف الصينيين هكذا يخدموا خاوتي، يعني نتفكر هذوك الحفر ولا الخلايا تاع النمل كيفاه خدموا مع بعض هكذا ما يحبسوش. يعجبوني الفيديوهات خاوتي، انتم واش راكم في هذا الموضوع؟ واش راكم في الفيديوهات والاخبار اللي رانا شاركناها معاكم؟ خبرونا لكم في التعليقات. كما راكم تشوفوا خاوتي الان رانا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش واش وصيتكم في الاول، روحوا لخانه الوصف خاوتي هنايا ولا اهبطوا الاول تعليق، كي تهبطوا الاول تعليق تلقاو الرابط هذا خاوتي اكليكيو عليه، روحوا ديروا لنا اللايك في الفيديو تاعنا تاع الشان الاحتياطية، واشتركونا في هذه القناة YTDZ2 لأن القناة تاعنا راهي تتعرض لتهديدات كبيرة. أشكركم خاوتي على الدعم تاعكم المتواصل لنا، وسنلتقي إن شاء الله مع المزيد من أخبار المواضيع. إلى اللقاء.